ريس ديالنا، تبارك الله عليكم. هاد الفيديو ديال اليوم بخصوص هاد لا غلاسيير هادي، كان واحد الوقت طلبوها لي شي اخوان حيت كانت عندنا في المحل ولكن ما قدرناش نوفروها. اليوم قدرنا نوفروا بياسه واحده منها، غلاسيير اللي استعملتها انا شخصيا. استعملوها بزاف ديال الرياس، سيرتو الاخوان اللي كيشدوا الطريق الجنوب، وكاين شي اخوان خداوها من عندي لا علاقه لهم بالصيدة، غير كيخرجوا مع وليداتهم للغابه البحر، نافعهم بزاف. وثمن البروده ديالها كتشد لك النهار كامل البروده. هذا ما كاين الاخوان. المهم بخصوص هاد لا غلاسيير، فيها 37 متر كيف ما كتشوفوا معنا، منها غلاسيير منها كرسي. شوفوا هادشي كيدل على الصحه ديالها. ما نحتاجش نشكرها لكم، حيت الاخوان اللي مستعملينها راه غيبانوا في لي كومونتير. رجلين كاين فيها اربعه الرجلين، كيخرجوا كاملين هكا كيف ما كتشوفوا، كيخرجوا كاملين هكا الرجلين ديالها. ها هما العشاق تصرف كاسينك، ديروا لكم فين ها لي بيلوار ديالكم على حساب لي مونتاج ولا لي بادلين. هنا كديروا لي زامسون ديالكم مونطي هنايا، كيكونوا هنا تسد عليهم. كاين شي اخوان اللي كيموديفيوها كيزيدوا فيها لي لون، ما عرفتش الطريقه كيفاش كيديروا ليها، باش كيديروا لها الموديفيكاسيون. المهم راه كاين بزاف ديال الاخوان كيديروا ليها الموديفيكاسيون. كاينه الصمطه كدار هنا في الجنب الا بغيتي تهزها هنا في كتفك. سينو الاخوان اللي غيستعملوها على اساس لابيش، كتكون عندهم الكروسه يجروها بكروسه، ولا يجرو يهزها من اليد ديالها. كتكون واحد البانديخه هنا على حساب الطعم، تحط فيها الطعم ديالك. او ميم طون عندها هاد الفيكساسيون هادي كتجي على برا بالبياس ديالها، كيعطيوك البياس معاها حتى الطورنوفيس ديالها وليفيس. هادي ديال البانديخات كيكونوا فيها جوج هكا كيف ما كتشوفوا معانا. غلاسيير زوينة بزاف، غتنفع بزاف ديال الاخوان، براتيك ومستيلية، ستيل ديالها زوين. كنظن هادشي اللي كاين فيها. هذا ما كاين لي خصاتو، مرحبا، يسال جميع المدن كيما كنتي توصلك الامان ديالك. كنصيفطو في ستاتيا ميسنجري. تبارك الله الاخوان، مع تحياتي. وقريب ان شاء الله غادي ندير واحد لانونس على لي باك ديال سيرف كاستينغ. لي باك اي واحد اللي باغي يبدا، دي باك ديال اللي باغي نبداو لي بروفيسيونيل. المهم دي باك مختلفين في الثمن، غيبدا الثمن ديالهم باذن الله الا وفقنا الله من 600 درهم، 550 600 درهم وانت طالع. كاين غيكون باك ديال 600 ان شاء الله، وحنا غاديين نتمنوا من الله التوفيق ودعواتكم لنا بالتوفيق ان شاء الله. تحياتي لكم والسلام عليكم.